أمي أخذت سكرة راحت تكشف عليها، فأحد يعني المستوصفات. المهم قالوا لها البنت هذه فيها شيء الفلاني، فيها كذا. أمي طبعا مرة ارتاعت، يعني ما أدري، استغربت إنه ليش قالوا لها هذا التشخيص، ومرة توترت يعني من هذا التشخيص، حتى لدرجة خبت علي الموضوع. أنا يعني كنت بالرياض، أمي كانت ماخذتهم، أمي يعني سكتت عن الموضوع، ومرة توترت ومرة خافت، لدرجة قالوا حتى يمكن تحتاج تنويم، يعني قالوا إنه في شيء، يعني بسم الله عليها، بسم الله عليها، استودعتها الله. المهم يوم أنا عرفت بالموضوع قلت لها أرسلي لي ماما التحاليل. أنا خلاص عاد الحين وصلت مرحلة اللي انهيار، كان قبل سنة أو سنة ونص. قلت لها أرسلي لي التحاليل وأرسلي لي كل شيء، وإيش اللي صار وإيش التفصيل، وأنا بسأل. يعني ماما وصلت مرحلة انهيار، قلت لها أوكي يعني أنا ما عندي مشكلة، خلينا بس نسأل، نشوف دكتور ثاني، نشوف دكتورة ثانية، نشوف بس يعني على الأقل ناخذ رأي الدكتور ولا دكتورين ولا ثلاثة، عشان الواحد بعد يتأكد، ما يقرر شيء وهو بس ماخذ رأي دكتور واحد، لعل وعسى مثلا صار منه شيء سهو أو حاجة، أو ممكن يكون رأي دكتور مختلف عن دكتور، ممكن هذا يقول هذه العملية قبل وهذا يقول لا الدواء قبل، يعني اختلافات في آراء الأطباء. المهم ماما أرسلت لي التحاليل وكذا، وأرسلت التحاليل وكل حاجة لدكتور ثاني مختص، قال لي أبدا مو هذا التشخيص، والدليل إنه كذا وكذا وكذا، وحتى أشر لي قال لي شوفي هذا التحليل وهذا التحليل وهذا التحليل، وحتى طلب مني قال لي سوي التحليل الفلاني وسويناه. قال لي أبدا بسم الله عليها البنت ما فيها شيء. شوفوا أنا كلامي عن تطبيق والله العظيم أشوفه من الأشياء اللي فعلا فعلا راح تفيدنا بإذن الله، اسمه تطبيق الرأي الثاني. فيه أطباء، فيه استشاريين، فيه أخصائيين، يعني مثلا تحجزون مع أحد الأخصائيين أو الأطباء اللي موجودين في التطبيق وتاخذون رأي ثاني أيا كان الموضوع. يمكن مثلا أنت دكتورك مثلا قال فيك حساسية، تبين تتأكدين مثلا من الموضوع أو تاخذين رأي دكتور ثاني، تدخلين على أحد الأطباء وتاخذين موعد وتشوفين هل التحاليل هذه تقول كذا ولا لا. مثلا بنتك قالوا عنها مثلا فيها مثلا التهاب، تبغين تاخذين رأي دكتور ثاني، يعني ما ودك تبدين في خطة علاجية إلا لما تتأكدين 100%. وأنا صدقوني هذه نصيحتي أصلا للكل، سواء أتكلم عن هذا التطبيق أو ما أتكلم عن هذا التطبيق، بالطب خذوا أكثر من رأي. أصلا حتى الأطباء والله العظيم مؤخرا الطبيب يقولك تقدر بعد تاخذ رأي دكتور ثاني، هذا شيء ترى من حقك أنت، من حقك أنت، من حقك. قبل لا تاخذون خطة علاجية، في مرات تكون خطة علاجية حتى يعني أمراض مزمنة، قبل لا تبدأ بهذا الشيء خذ رأي دكتور ثاني.